السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة كورس رفع المناعة للأطفال وكورس رفع المناعة للبالغين. طبعا المناعة شيء مهم جدا 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 لمقاومة جميع الفيروسات والبكتيريا والجراثيم، وتبعا لذلك مقاومة جميع الأمراض. فاحنا دايما محتاجين ان احنا نرفع المناعة، ولكن يجدر الإشارة لأن هذا الكورس لا يستخدمه على الإطلاق مرضى المناعة الذاتية، لأن بطبيعة الأمر المناعة عندهم في حالة استثارة فبتهاجم الجسم، فأنا مش عايز أعليها. لذلك محظورين تماما مرضى المناعة الذاتية من هذا الكورس. كذلك الناس اللي بتزرع أعضاء، أنا محتاج أصبط مناعة الجسم علشان الجسم يتقبل العضو الجديد، لذلك أيضا محظورين من كورس رفع المناعة. كذلك الناس اللي عندهم أي حساسية من مكونات الكورس. نبتدي بالأطفال. طبعا لازم حضرتك تجيب حبة البركة، اللي هي مش حبة البركة اللي عند العطارين الرفيعة دي، لأن حبة البركة الرفيعة دي من أسوار. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانش عايش في أسوار، فأنا عايز حبة البركة القاسمية ومكانها السعودية، هي دي حبة البركة اللي بترفع المناعة. سيبك من الحبة الرفيعة دي اللي بتتحط في الليمون المعصفر، ما تلزمناش. هنجيب حبة البركة هنغليها كوباية صغيرة يوميا، مدة الكورس شهر ونص، 6 أسابيع. ايه تاني؟ سي فيت نقط بداية من سن فوق سنتين، سي فيت نقط 10 نقط يوميا، 10 نقط يوميا. والعبوة دي ب13 جنيه ونص، العبوة دي سعرها 13 جنيه ونص اهو، سي فيت نقط عربيك، سي فيت نقط انجلش. هتجد في النشرة الداخلية ان بداية من 3 سنوات، تمام، لكن الكورس عامة من فوق السنتين. تاني حاجة هستخدمها الاميوني فيتا، اميوني فيتا نقط، اميوني فيتا نقط، ده عربيك وده انجلش، برايس 24.75 قرش. دي بقى استخدامها من سنتين لاربعة 5 نقط 3 مرات، من سنتين لاربع سنوات 5 نقط 3 مرات، من اربع سنين لاتناشر سنة 10 نقط، من اربع سنين لاتناشر سنة 10 نقط 3 مرات في الفم مباشرة او على كوباية مية، تمام. فوق 12 سنة يعني للبالغين 20 نقطة 3 مرات. اميوني فيتا، اميوني فيتا 24.75 قرش. نيجي بقى للبالغين، كورس البالغين، اميوني فيتا كبسولات، اميوني فيتا كبسولات، كبسولة 3 مرات، عربيك اميوني فيتا. طبعا الاميوني فيتا سواء نقط او كبسولات بتحتوي على عشبة اسمها الاشناسيا او الاخناسيا او الاكناسيا بربوريا، الاكناسيا بربوريا، بربوريا بتاعت الاكناسيا مش بربوريا، ها، تمام. الاشناسيا كبسولة 3 مرات للبالغين يوميا، مدة الكورس شهر ونص، 6 أسابيع، والمحاذير قلتها في بداية الفيديو. مع حبة البركة القاسمية كوب يوميا، كوب صغير، ربع كوب كده، ربع كوب صغير، تمام.
مع سيري تارد. سيري تارد كبسولة كل 12 ساعة، سيري تارد كبسولة كل 12 ساعة، أظن كلكم حافظين سيري تارد كبسولة كل 12 ساعة. الشريط سعره 13 جنيه ونص، إنتاج شركة حكمة. أنا نسيت أقول لكم الإيميوني فيتا سعرها 28 ونص. الكورس ده شهر ونص هيرفع المناعة وهيقاوم جميع الأمراض وهيقاوم جميع الجراثيم والبكتيريا والفيروسات. حكمة اليوم: قطرة ثقبت صخرة. قطرة ثقبت صخرة. أي حد عايز يعلق على الحكمة هنتظر التعليق بتاعه. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.